انطلقت ورشة عمل موسعة ينظمها منتدى شباب العالم بوادي النطرون بمحافظة البحيرة على مدار 3 أيام، وذلك حول مفاهيم الصحة النفسية. يشارك في الورشة أكثر من 100 شاب وفتاة من جنسيات مختلفة، كما تستهدف الفعاليات تعزيز مفهوم تقبل الآخر وشحن المشاركين بجرعات كبيرة من الطاقة الإيجابية، فضلا عن دعم الشباب معنويا، لا سيما القادمون من مناطق الصراع. الهدف بتاع المبادرة ان احنا نزود الوعي بالصحة النفسية، والبني ادم يفهم يقدر يفهم ويعدي الحاجات اللي ممكن يتعرض، الحاجات اللي بيتعرض ليها كضغوطات ازاي يقدر يجتازها. تمام. واحنا لينا علاقة بالشباب عشان منتدى شباب العالم، فالفوكس بتاعنا كان على الشباب اللي هو من سن 15 او من 16 لسن الجامعات اللي هو 22. تمام. فالكامب اكتشلي بيهدف عنده، بناخد سن من 16 ل 20 سنة، وهو ده السن اللي جاي معانا النهاردة عشان ده أكتر سن بيتعرض لضغوطات نفسية. احنا اللي احنا عملناه ان احنا صممنا المعسكر ده ان هو يعمل فكرة الدمج عن الفئات اللي معايا ذوي إعاقة، ومعايا مهاجرين من السودان ومن سوريا، ومعايا مصريين، ومصريين دول من محافظات ومن جوه القاهرة، من مدارس وجامعات خاصة وحكومة الاتنين. كل دول خلال ال3 أيام بتوع المعسكر هيبقوا بيحصل لهم دمج، بمعنى ان انا بخليهم جوه فرق فيها كل الفئات دي، بيعملوا كل حاجه مع بعض طول الوقت، بيحضروا محاضرات وبيلعبوا وكل حاجه، فهم بيخبطوا في بعض لحد ما هم مع نفسهم يكتشفوا ازاي يعملوا حته الدمج دي. حاسه ان هي حاجه تخليني اقدر اتعامل مع الناس بره الكامب اصلا، حتى لو مختلفين عني، وتعرفني بقى في حياه الشغل وكده، عشان انا مش كل اللي هقابلهم هيبقوا شبهي، فهبقى محتاجة أتعرف على ناس جديدة. متحمسة كتير قوي على المعسكر ده، يعني عندي حماس أتعرف على الناس أكتر وأعرف شخصيتي أكتر وأطلع بفايدة أكتر وأتعرف على الناس جديدة أكتر في المجتمع الجديد ده. شايف إنه حاجة كويسة عشان تساعد الناس المتضررة نفسيا أول حاجة، عشان يعرف يساندهم وكده، يعني حاجة تغيير قوي بالنسبة لهم وكده. أهم فعلا وجه الاستفادة إني هعرف أتعرف على نفسي كويس، هعرف أتعامل مع الأشخاص المختلفين عني، سواء في الثقافة أو في الاختلافات الجسدية، أو سواء كانوا من بلدان مجاورة، وهو أمين لي إن أنا أعرف أتعامل معهم وأفهم نفسي كويس.